السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. بما أن اليوم جمعة قررت أن يكون موضوع الحلقة ديني قليلا وأيضا قريبا من التكنولوجيا، يعني ديني تقني. فموضوع هذه الحلقة سيكون حول الجيلبريك والكراك، هل هم حلال أم حرام؟ يعني الجيلبريك لوحده والكراك لوحده. والكلام الذي سأقوله ليس مني بل عن شيوخ أفتوا في هذا الموضوع، أفتوا عن الجيلبريك وكذلك الكراك، يعني شيوخ دينيون لديهم في التقنية قليلا. فأولا نبدأ بالجيلبريك. الجيلبريك يعني ما هي عملية الجيلبريك قبل أن نقول هل هو حلال أم حرام؟ الجيلبريك هو كسر لحماية الجهاز الذي أنت تمتلكه الذي اشتريته بمالك، يعني هذا جهاز آيفون قمت بشرائه بمالك أصبح ملكك، تفعل به ما تريد حتى تأخذ رشادة والدقة تكسر عادي مفيش مشكلة. فعملية الجيلبريك وما أوضحت لكم من خلال كلامي إنها حلال، لأن الجيلبريك أو أن الهاتف الذي ستقوم بعملية الجيلبريك له قد اشتريته بمالك وأصبح ملكك، وكذلك يمكنك فعل به ما تريد، فلا توجد أي مشكلة في عملية الجيلبريك، لأنك تقوم بفتح جهاز أو كسر حماية جهاز أنت اشتريته وتريد تثبيت تطبيقات غير مدعومة من الشركة التي اشتريت منها الهاتف. هذا يعني أن الجيلبريك حلال لأنك اشتريته بمالك يعني. أما الكراك فهو حرام وليس حلال، على عكس الجيلبريك تماما، لأن الكراك فيه سرقة، وسرقة مجهود أولا، وسرقة برامج، ويعني سرقة تعب آخرين قاموا يعني بتصنيع هذا البرنامج أو يعني إنتاج هذا التطبيق لهذا الهاتف. عندما تقوم بتنزيله مجانا وهو يكون مدفوع، في هذه الحالة أنت قمت بسرقة مجهود مصمم هذا البرنامج وكذلك سرقة البرنامج. فالكراك حرام كما قلت لكم، كذلك عمليات التفعيل الغير قانونية، مثلا هذا البرنامج يكون مجاني لفترة محدودة ثم ذلك بعد ذلك وجب عليك شراء، فتقوم بتنزيل تطبيق أو برنامج آخر يقوم بعمل كراك له ويجعله مجاني دائما، فهذه العملية تعني أن الكراك حرام. أما الجيلبريك فهو حلال ولا توجد فيه أي مشكلة. أتمنى أن يكون يعني الشرح قد أوضح لكم الاستنتاج أن الجيلبريك حلال لأنه اشتريته بمالك وأصبح ملكك، أما الكراك فهو حرام لأنك تقوم بسرق تعب آخرين ومجهود آخرين. والآن سأقف لأشتري بطاريات، نلتقي في حلقة قادمة. لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك والإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك وزيارة المدونة كذلك. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.